ترى رح تشمل موجة الأمل زياد اللي جانا من جميل؟ مساء الخير. السلام عليكم. مساء النور. مرحبا. أهلا وسهلا. عرفنا بحضرتك. زياد الكوني، عمري 29 سنة، المهنة مذيع راديو FM، برامج شبابية بالدرجة الأولى. جيت من مدينة جميل. حبي للغناء أكيد نحب نوصل صوتي في برنامج المواهب الأول أكيد اللي هي ستار. وقبل كل شيء السبب الأول والأخير اللي خلاني إني نكون في البرنامج وخلاني نكون معاكم اليوم، أبوي الله يرحمه كان يشجع فيها هلبة وشد على إيدي هلبة، فحبيت يعني بصراحة يعني ما حسيتش إن في يوم من الأيامات إن أنا نسيتها في ولا لحظة، يعني في كل موقف في حياتي سواء نفرح أو نحزن أو تصير لي مشكلة أو أي حاجة في حياتي نحس إنه هو موجود في جنبي، لأن أعطاني يعني دافع كبير إن أنا نستمر في تحقيق الحلم هذا، حتى ولو واجهتني أكثر من مصاعب يعني. فشرفت علي شرط بسيط يعني في الفترة اللي هو ما يدفعها يعني شهرين أو أكثر، إن أنا نسجل أغاني التراث الليبية. فحبيت ان ننفذ الطلب بتاعها، وفي نفس الوقت الالبوم الجاهز هو 7 اغاني طبعا من التراث الليبي الكتير سمعه، وهو يعني مريض على فراش المرض اكيد، وبعد شهر تحديدا توفى. وصلني جواب اليوم، رد الجوابي نرد الجوابي، فوق الدرف مختوم دمعة أحبابي، جانين بمرحولهم يرحل وينزل ينزل، جاري اللي فعقولهم في اللوم يغزل، مرة يقول يبوكم ومرة يقول نسوكم، مرة يقول يبوكم ومرة يقول نسوكم، مرة يجي مليان يخلطوا يعجن يعجن، مرة يجي بلسان في الريح يغزل. أول هي خلط ويعزل مش يعجل. هذه أول حاجة، خلط ويعزل مش يعجل. مش خبزة هو. هو خذها بالعجينة. مش عارف إذا معجينة. عجينة يعني. أنا أرى أنا لا. أنا بنعطيك فرصة ونقول نعم. أنا لو بنعطي فرصة ونقول نعم، إحنا اثنين نعم واثنين لا، يبقى يعني داي فرصة، بس الأرجح حيكون لا. يعني يعني احسب الموضوع. موضوع واقف عليك أنت. لا لا خليها هي ما دام هي قررت هي في رأيها. اي قلت لا. ممكن انا قلت لا لو بنعطي مثلا نعم. فيش فرصة ثانية يعني بغني شيء ثاني. ليه ودي بس ما لا. ها؟ ها؟ شيء ثاني بعطوها يغنيكم حاجة ثانية. نسمع حاجة ثانية ممكن ناخذ قرار على الأقل بسمة. خلينا نعطوه فرصة. دبروا روسكم. أعطيه بسمة. أعطيه بسمة فرصة. شوفوا حاجة ثانية معناها. نسمعوك في حاجة ثانية. سمعنا شوية هيك. ذكرتك والسما مغيمة. أني ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة. مدري الدمعة من العين، مدري السما المطارة. انت لو غنيت هذه الاولى كانت انت لو غنيت هذه الاولى كنت انا ممكن الاساتذه الزملاء كانوا استاذ. حبيت نبدا باغنيه ليبيه بما ان البرنامج يعني ليبي. ما صح مشاركوا برامج، بس احنا عاطينكم حريه يعني، احنا قلنا لك شنو تبي تغني. انت اخترت. انا قلت لك عراقي وليبي يعني. خلاص خلاص يعني تأييد اللي كنت خلاص. لا. I know I can't take one more step towards you. زعلان شوية بصراحة لكن عادي. فرصة تانية إن شاء الله، موسم جديد من ليبيا ستار.
مش رح توقف الدنيا أكيد. أكيد الدنيا مش رح توقف بعد انسحابك يا زياد.